النهارده وزاره التضامن كشفت انها قررت السماح بتسجيل طلبات كفاله الاطفال اونلاين. يعني لو حضرتك عندك النيه وعندك الرغبه انك انت تكفل طفل، سواء كان طفل يتيم او طفل اسرته عندها ظروف خاصه، فتقدر تعمل ده اونلاين من خلال خدمه الاونلاين على النت. وانه من ساعه ما بدات هذه الخدمه وحتى نهايه نوفمبر الماضي الوزاره تلقت 39 طلب كفاله اطفال بنظام الاسر البديله. الخطوه دي كانت لتسهيل الاجراءات، ويمكن احنا كنا بنتكلم امبارح عن دور الايتام واستضفنا نماذج رائعه ومشرفه لشباب وشابات اتربوا في دور الايتام وحققوا ذاتهم، وكنا بنتكلم برضو عن مساله التبني ومساله نظام الاسر البديله. متهيألي ان الوزاره الان بهذه الخطوه بتشجع الناس على مساله التكافل الاجتماعي، وان احنا ما نسيبش الاطفال دول ما دام عندنا الرغبه وعندنا المقدره الماليه ان احنا نكفلهم، ما نسيبهمش يعني في الشارع وما نسيبهمش عرضه للمخاطر اللي حضراتكم يعني عارفينها. الوزاره بتقول انه تم انشاء قاعده بيانات للاسر البديله بتضم بياناتهم، وحتى الان تم تسجيل البيانات الكامله ل 9543 اسره بديله. معايا على التليفون الأستاذة سمية الألفي رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن. أستاذة سمية مساء الخير. مساء النور، أهلا يا فندم. الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه ده هل فيه ضمانات انه ما فيش ذوي النوايا غير الحسنة، اللي هم خلينا نتكلم حتى كده بشكل واضح وصريح ان العصابات اللي بتتاجر في الأطفال ما يتحولوش ويستخدموا هذه الطريقة وهذا النظام ويحققوا أغراضهم السيئة؟ خليني بداية يعني أثمن جهود حضرتك والبرنامج على الاهتمام بقضايا اجتماعية الهامة، قضية تنظيم الأسرة وأهميتها وخطورتها على المجتمع، أيضا دور الأيتام و الجانب الإيجابي والمشرق منها، وليس فقط الجانب اللي فيه مشاكل. مهم إن احنا نعرض دايما الصورة من كافة جوانبها. بالنسبة لسؤال حضرتك، فإن منظومة المتابعة مع الشروط، شروط الاختيار بتتضمن وضع اجتماعي واقتصادي جيد للأسرة، مستوى تعليمي لا يقل بتاتا عن مستوى الثانويه العامه او ما يعادلها لضمان رعايه الطفل واسره تكون متعلمه. ايضا في كشف نفسي مفروض بيتم على الاسره اللي هتكفل الطفل، واحنا ما بنعملش تبني لانه التبني خارج المرفوض اسلاميا، فاحنا بنعمل نظام الكفاله. التوجهات العالميه كلها دلوقتي ليس في مصر فقط لكن في العالم كله انه الاطفال المحرومين من الرعايه الاسريه المعصور عليهم اللي فقدوا الاسره او غيره دول يوضعوا في اسر، لانه ده بكل التجارب العمليه اثبتت انه رعايتهم داخل الاسره بتكون افضل بكتير من رعايتهم جوه المؤسسات. بالتأكيد. طيب من ساعة ما انتوا يعني بدأتوا هذه التجربة لغاية الآن، يعني الخبر اللي احنا وصلنا بيقول انه في 39 طلب كفالة أطفال بنظام الأسر البديلة. ده الأونلاين، لكن ده الأونلاين ده فقط الأونلاين، وده ما بقولوش وقت كتير، لكن محتاج طبعا توعية وإعلام، واحنا بنشكر حضراتكم جدا على الجهد التوعوي دوت، ان الخدمه ضمان انه الموظفين ما يتدخلوش فيها ولا اي حد ليه اي نوايا مش سليمه يتدخلوا. فانك تقدم اونلاين بشفافيه، تدرس ظروف الاسره وامكانياتها وحالتها، وبتتعمل عده لقاءات لغايه ما نعمل ملف عن الاسره. التوعيه بالخدمه دي واتاحتها اونلاين او على الانترنت ده بيسر كتير على الاسر الراغبه في كفاله الاطفال.
يعني انتوا عاملين النظام ده بحيث انه الانسان اللي بيجد في نفسه الرغبه والمقدره على كفاله الطفل يدخل يحط بياناته، يقول انا مثلا انا عايش انا ومراتي مثلا، ما عندناش اطفال او عندنا طفل او اتنين عايزين نكفل طفل، واحنا بنشتغل كذا، مرتبنا كذا، حالتنا الماديه كذا. يعني هل ده هي المعلومات اللي احنا بنحط على موجوده على الويب سايت بتاع الوزاره؟ المعلومات الاساسيه يعني زي الاسم ورقم القومي والوظيفه والطفل اللي هم عايزين يكفلوه وتقريبا عايزين في مرحله عمريه قد ايه. الطلب بيجي لنا وبيبتدي بقى في فريق اجتماعي بينزل يقابل الأسرة دي ويعمل دراسة حالة كاملة عن ظروفها، عن مسكنها، عن مرتباتها، عن كل الظروف الخاصة بيها، بحيث يقول هذه الأسرة تصلح إنها تكون أسرة كفيلة ولا لا ما تنفعش. مفهوم. السنة دي تم قبول كم طلب كفالة طفل؟ لا السنة دي الحقيقة خليني مع حضرتك دلوقتي احنا السنه دي عندنا عدد 282 طلب من اسر راغبه في كفاله الاطفال. الموافقه تمت على 180 طلب منهم. 180 يعني في حوالي 102 اترفضوا. ده بالنسبه للاسر اللي بتتقدم للجنه العليا للاسر البديله، لانه في حالات بيتم التنسيق معها في المدريات، يعني في لجنه موجوده في كل مدريه، يعني في الشرقيه مثلا في لجنه للاسر البديله في الشرقيه، الناس بتتقدم وحسب وجود الاطفال ودراسه حالتهم بيتم اعطائهم الاطفال او بيتم رفض الطلب بتاعهم. لكن اللي قدموا كان لديهم مشكلات في الموافقات وكده، الرقم اللي انا قلته لحضرتك اللي هو 282 أسرة، دول وافقنا على 180 طلب منهم فقط. تمام. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الأستاذة سمية الألفي رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية وزارة التضامن الاجتماعي، وهي فعلا مبادرة رائعة، ويمكن الأرقام اللي قالتها الأستاذة سمية يعني أرقام للأسف متواضعة، يعني الطلبات اللي تقدموا بها أصحابها لكفالة أطفال قليلة بالنسبة لعدد سكاننا، يعني بسم الله ما شاء الله، يعني 282 طلب فقط لكفالة أطفال. أعتقد أنه يعني بشيء من التوعية، بشيء من الدعاية والحملات الدعائية المردود هيكون أفضل، لأنه في أطفال كتير جدا في حاجة ماسة إلى الرعاية، سواء كانوا هذول الأطفال في دور الأيتام أو حتى يعني ظروفهم أو ظروف أبهاتهم وأمهاتهم صعبة، فده بيفتح المجال لنشر الرحمة وحماية الطفل من مستقبل غامض يعني لا قدر الله.